عشان نرفع المحاضرة بعدين كده التسجيل ابتدى. احنا بنتكلم على الانفليشن، وزي ما تذكر من المرة اللي فاتت حطينا او يعني اتكلمنا عن the most popular model لموضوع الانفليشن دوت، هو ان فرضية ان في سكيلر فيلد مالي الدنيا كلها، والسكيلر فيلد دوت يعني هو اللي بيسبب الانفليشن نتيجة وجود هذا النوع من الانرجي السكيلر فيلد انرجي. الدنسيتي بتتصرف بطريقه معينه، وبالتالي الهابل بارامتر بيتصرف بطريقه معينه، وكذلك السكيل فاكتور. المعادلات الاساسيه هكتبها لك على السبوره للتذكره. المعادلات الاساسيه اللي وصلنا لها في الاول الايكويشن اوف موشن، الايكويشن اوف موشن بتاعت السكيلر فيلد نفسه اللي هي فاي دبل دوت بلس 3 اتش فاي دوت بلس derivative with respect to phi of the potential equal to zero. المعادلة دي لو تذكر المعادلة مهمة جدا، لان هي دي الفيلد ايكويشن بتاع السكيلر فيلد. بمعنى ان انت لو كتبت اللاجرانجن بتاعت السكيلر فيلد وحطيت الروبرتسون ووكر متريك كمتريك وطلعت الايكويشنز الفيلد ايكويشنز هتطلع لك المعادلة دي. احنا عملنا لها ديريفيشن من الكونتينيوتي ايكويشن لانها بتديني نفس الصيغة بالظبط. وبعدين المعادلة الثانية اللي استعملناها هي واحده من الفريدمان ايكويشنز اللي هي بتقول لي ما هو الهابل بارامتر دوت، ولما تحط تتكلم على ابسيلون هيطلع لك السي ار بالمنظر دوت فاي دوت سكوير بلس البوتنشال بالمنظر. ماشي، دول المعادلتين الرئيسيتين اللي بيحكموا البيهيفير بتاع السكيلر فيلد والبارامتر. نقدر نحل واحده بالثانيه، فلما تحل واحده في الثانيه تاخد ده وتحطه هنا اهو يطلع لك معادله ثالثه اللي هي الاند ريزلت بتاع كومبايننج ذا تو ايكويشنز. المعادله الثالثه معادله كده متكلكعه قوي بس يوسفول، فيها سكوير روتس which is ugly of 3 the power of 1 half phi dot plus d phi v equal to 0. بمعنى ان انا هاخد ده واحطه هنا، دي المعادله بتاعتي. بعد ما استنتجنا هذا الكلام، طبعا الكلام ده كله اصله جاي منين؟ اصله جاي من رغبتنا في ان يكون البريشر از ابروكسيمتلي سم فاليو سم نيجاتيف كونستانت ملتبلايد باي ذا دنسيتي ابروكسيمتلي نيجاتيف ابسيلون. ده دي بدايه القصه، ان انت عشان يحصل لك انفليشن انت محتاج يبقى ابروكسيمتلي نيجاتيف ابسيلون. انت عايز، انت ما انتش عايزه يبقى اكزاكتلي نيجاتيف ابسيلون، لان لو هو اكزاكتلي نيجاتيف ابسيلون هيبقى هيطلع لك الديسيتر سولوشن، وانت عارف ان الديسيتر سولوشن ما ينفعش يبقى اكزاكت سولوشن لموضوع الانفليشن. دي ما دي دي ده الفيزيكال بيكتشر اللي احنا بنتكلم فيها. فبعد كده قلنا طيب عايزين نعرف البوتنشال ده هنجيبه منين. هو زي ما قلت لك انت هنتكلم كمان شويه في how to make the potential as general as possible، او يعني نستنتج ال general properties of any general potential. لكن احنا اتكلمنا تحديدا في ابسط حاله potential. So this is a case we looked at last time. This is a review اللي هي بيسموه ال self interacting phi squared potential بالمنظر دوت. ونتيجة لهذا الكلام، واحنا هنكمل في الموضوع ده النهارده، نتيجة لهذا الكلام لما تاخد دي تحطها هنا وتعمل شوية تريكس الجبرا تقدر تطلع معادلة مهمة جدا في الحالة دي. هذه المعادلة بتشيل منها التايم ديبندنس وبتاخد الاندبندنت فاريبلز بتاعتك تبقى فاي وفاي دوت. طبعا انت عارف من دراستك للكلاسيكال ميكانكس انه يو كان بارامترايز سولوشن از ا فانكشن ان تايم، اور يو كان بارامترايز سولوشن in phase space، بمعنى علاقة الفانكشن بسرعتها بالفاي دوت، فاي versus فاي دوت as two independent variables. فطلعت لنا المعادلة بالمنظر دوت، عندنا جذر كده constant مش مهم، وجذر في فاي دوت squared m squared فاي نص minus m squared فاي على فاي دوت. أنا بحب يعني خصوصا ان احنا في موضوع في منتهى الاهميه موضوع الانفليشن ده فيري امبورتنت، فدي ملخص القصه اللي عملناها المره اللي فاتت. وقلنا انه الجماعه اللي بيحلوا نون لينير ديفرنشال ايكويشنز عاده ليهم ميثودز معينه، بس الميثودز كلها بتبقى غالبا نيوميريكال. فلما تيجي حضرتك
تحل هذه نيوميريكلي بتفاجئ ان بيطلع لك ان فيها حاجه اسمها اتراكتور. موضوع الاتراكتور ده في منتهى الاهميه، وقد يكون بعضكم، انا ما اعرفش انتوا درستوا كيوس ثيوري ولا لا، بس لو درستوها هتلاقي انه ان او نون لينير داينامكس بصفه عامه، هتلاقي ان ان حته الاتراكتور دي از ا كومن فيتشر ان ميني اوف ذا نون لينير داينامكال سوليوشنز اوف ميكانكس. فالاتراكتور ده عباره عن ايه؟ الاتراكتور ده عباره عن سوليوشن، كويس، مسمينه اتراكتور because it looks like it attracts other solutions. بمعنى انه لو انا مش حاسم الرسمه بالتفصيل، بس يعني الجنرال فيتشر بتاعتها ان انا عندي اتراكتور سوليوشن شكله عامل كده، خلاص ده الاتراكتور سوليوشن. اي سوليوشن تاني للديفرنشال ايكويشن دي بي ميتس ذا اتراكتور ات سام بوينت، becomes the attractor, or at that certain limit, it joins the attractor and becomes part of it. That's why it is called an attractor. بصينا على حالة من الحالات اللي بصينا عليها اللي هي أسهل حالة ممكنة، ولكنها حالة ما هيش physically important، وهي حالة لما يكون phi dot much bigger than m phi، ودي اللي سميناها الحالة بتاعت ultra hard equation of state. النهارده بقى ده اللي عملناه المره اللي فاتت. النهارده انا عايز اتكلم في اكمل نفس الموضوع دوت، وبالتالي نفس البوتنشال دوت اللي انا بتكلم فيه، خلاص. بس انا هبص دلوقتي على السوليوشن اللي بيديني انفليشن، السوليوشن اللي بيديني انفليشن، ولذلك العنوان هيبقى في الحاله دي بالذات، في حاله البوتنشال ده، انفليشنري سوليوشن. بتاعت الانفليشنري سولوشن دوت، الطبيعه بتاعت الانفليشنري سولوشن ان انا هبص المره دي في حاله، انا المره اللي فاتت بصيت في حاله ان فاي از فيري سمول وذ ريسبكت تو فاي دوت. الانفليشنري سولوشن بيحصل فيه العكس، بيحصل في حاله لان فاي نفسها از فيري بيج. اوكي؟ طيب لو بصينا على الاتراكتور سولوشن، ادي الجراف بتاعه هناك اهو، فاي از فيري بيج، ده معناه ان انا ماشي في الاتجاه ده. انا المره اللي فاتت مشيت في الاتجاه ده، فاي دوت از ماتش بيجر ذان فاي، المره دي انا ماشي في الاتجاه ده. لاحظ ان كل ما ابعد عن السنتر كل ما الاتراكتور سولوشن بيبقى شكله قريب من خط افقي، هوريزونتال لاين، وبالتالي اي كان ديديوس جاست من منظر الجراف ان at phi much bigger than 1، يعني ماشي في الاتجاه دوت، الريشيو ما بين دي فاي دوت على دي فاي اللي هي السلوب بتاع الاتراكتيف سولوشن بتساوي 0. فانا اروح حاطط دي فاي دوت باي دي فاي is approximately equal to 0. is approximately equal to 0. طبعا انا بذكرك ان انا بتكلم ان كل ما ابعد عن النقطه ديت انا I'm going backwards in time. The flow of time is going towards this point over here. فأنا هنا بتكلم very high phi. فالأسامشن هنا بيحصل ليه؟ الأسامشن هنا إن أنا ببتدي before inflation at a very high scalar density phi، وبعدين meaning إن أنا in the region of the flat platform of the attractive solution. When as time goes on بيحصل لي ان هو بيقل فاي، وفي نفس الوقت بيحصل لي انفليشن في النقطه دي زي ما هنشوف. طيب اذا كان هذا الكلام مظبوط يبقى انا اقدر بقى اعوض دي فاي دوت باي دي فاي في المعادله دي، وبالتالي اقدر اجي اقول انه هذا التيرم از ايكوال تو ذات تيرم لايك ذس. او باي ذا واي اي ثينك اي هاف have a wrong minus sign somewhere. Have a wrong minus sign somewhere. فينك يا minus sign؟ تعال يا minus sign. I think دي غلط. I think دي positive. المفروض تبقى واحدة فيهم المفروض تبقى positive. Otherwise I'm gonna have a problem here. المهم فإذا كان هذا الكلام مظبوط يبقى أنا هنا بقى أجي أقدر أقول إيه؟ طيب تعالى بقى حط الترم ده ناقص الترم ده بيساوي صفر وشوف هيطلع ايه، وبالتالي اقدر اقول ان فاي
dot square, اللي هو الترم اللي هنا ده plus m squared phi قص نص بتساوي وحل بقى هقسم approximately كده على جذر 12 باي ومش عارف ايه يبقى ده بالنسبة لي equal to m squared على جذر 12 باي of phi على phi dot بالمنظر وبعدين حاجة أقول طيب معلش أنا صحيح خدت d phi dot by d phi equal to zero بس أنا لسه ما حققتش الكونديشن إن السكيلر فيلد نفسه سكيلر فيلد بوتنشال phi is much greater than one فأنا ممكن أعمل الحركة التقليدية الحركة التقليدية إن أنا آخد m squared phi squared هي m squared phi squared مش m squared phi m squared phi squared اخدها as a common factor فلما اخد m squared phi as a common factor هتطلع بره as m phi وجوه هيبقى عندي واحد من الترم ده زائد phi dot square على m squared phi squared to the power of 1 half ده left hand side انا خدت كل اللي عملته ان انا خدت m phi as a common factor وبعدين اجي اقول اعمل التريك اللطيفه بتاعه البينوميال اكسبانشن انا اجي اقول لحضرتك اذا كان ده m phi is huge ده معناها ان phi dot squared على m squared phi squared is very small which means I can approximate this by m phi 1 plus m phi dot squared على m squared phi squared خلاص خلصت ادي الابروكسيميشن بتاعي اللي هو very close to being m phi itself اذا كنت عايز ان انا اجيب first order approximation يبقى انا هقول خلاص خليها m phi ده first order approximation وده second order approximation انا هكمل بالfirst order approximation وهطلب منك ان انت تشتغل بالsecond order approximation في الهومورك فدي هتبقى جزء من الهومورك اللي انت هتشتغل فيه اعتقد ان انا حطيت المساله دي في الهومورك الحالي بتاع الاسبوع خلاص خلاص كده سهله قوي عندي m phi بقت الابروكسيميشن حالت very huge phi بتساوي الكلام ده كله يبقى انا اقدر I plug into this take this here and plug it back into here يطلع لي في الاخر a very simple differential equation هسميها phi dot بتاع الاتراكتور اللي هي بتحصل at the horizontal platform it is approximately equal to a constant اللي هو m على square root of 12 very easy differential equation طبعا dt phi by dt of attractor واقدر ان انا احلها واعرف بالظبط ما هو الـ behavior of phi at a very long distance. Its solution سهل d phi by dt is equal to a constant, its solution is a straight line. فيطلع لي ان phi as a function in time is m على square root of 12 pi t plus some arbitrary integration constant. وممكن اقول طيب تعالى نعرف الـ integration constant دوت. الانتجريشن كونستانت اي كان ايزلي فيجر ات اوت ان هو لو قلت مثلا انا عندي الانفليشن هيبتدي ات ا سيرتن تايم تي اي انيشال تايم فانا هعرف تي ايكوال تو تي اي وهسمي ان فاي التي اي هسميها ذا انيشال فاليو اوف ذا سكيلر بوتنشال فاي واحط الكلام ده في المعادله الاصليه والعب بيها فهنا هتبقى عندي phi i بتساوي dti وبالتالي عرفت ان c عباره عن phi i minus ال quantity واقدر اكتب المعادله في صيغتها النهائيه ان phi t بتساوي m على جذر 12 pi t minus ti plus the initial value of the scalar field ادي حل المعادله في حاله الانفليشنري سولوشن ونعرف منين ان هو inflationary solution هعرف حالا دلوقتي يعني انا لغايه دلوقتي انا ما اعرفش ان هو inflationary solution انا دلوقتي كل اللي انا عملته ان انا قلت لك انا هحل في حاله phi is much bigger than 1 المره اللي فاتت phi كانت قليله وphi dot هي اللي كانت كبيره المره دي لا انا phi كبيره وphi dot هي اللي صغيره فهوري لك دلوقتي بقى ان this is exactly the inflationary solution that would be available لو البوتنشال بالشكل ده خلي بالك انا كل ده مش general inflationary solution انا كل ده بتكلم لو البوتنشال بالشكل ده which is the simplest kind of potential انا ما اعرفش البوتنشال ايه ولا حد يعرف البوتنشال ايه
ولكن كل اللي عارفه انه لو فرضنا البوتنشال للمصدر ده يبقى ده الانفليشنري سولوشن بتاعي. طيب اثبت ازاي ان هو الانفليشنري سولوشن؟ والله انا اقدر اثبت الانفليشنري سولوشن ان ذيس ديفرنت ويز. اقدر مثلا اقول احسب لي العلاقه ما بين البريشر والدنسيتي. لو طلعت ابروكسيمتلي نيجاتيف ابسيلون بزياده حاجه صغيره او اقل حاجه صغيره يبقى انا كده وصلت للانفليشنري سولوشن اللي انا عايزه. انا بدايه القصه اصلا ان انا عايز p تبقى approximately negative epsilon. طيب انا عندي حل اهو وانا عارف تعريف p وعارف تعريف epsilon. لو مش عارفه ارجع للمحاضره اللي قبل اللي فاتت لما عرفنا السكيلر فيه. انا بقى نشوف مش محتاج الكلام ده امسح. ايه تاني مش محتاج له؟ مش محتاج لأي حاجة لغاية السولوشن نفسه. اوكي؟ فاي دوت is the time derivative of this. انا مسحتها فهكتبها هنا اهو. ام على جذر 12 باي بالمنظر. طيب هعمل بيها هنا بقى؟ هاجي ارجع معاك وافكرك ان بداية القصة ان بي كانت بتساوي ناقص ابسلون زائد فاي دوت سكويرد. ده جت منين؟ ده جت لما عرفنا ابسلون وعرفنا البريشر الدنسيتي والبريشر في صيغه فاي دوت والبوتنشال علشان نوري ان الانرجي مومنتم تنسور بتاعهم از فيري سيميلر تو ذات اوف ان بيرفكت فلويد. طيب طب ما انا كده اقدر اشوف دي بقى فاي دوت سكويرد اهي هناك اهي فاي دوت سكويرد هناك اهي. معنى هذا الكلام ان بي از نيجاتيف ابسلون بلس حته صغيره. نايس. ده الوضع اللي انا عايزه ان بي از ابروكسيمتلي نيجاتيف ابسلون وانا محتاج انه الرقم دوت يفضل صغير during inflation. during inflation. إذا during inflation أنا بفترض إنه طبعاً m squared على 12 باي أنا المفروض نمر أربعه من الاثنين فـ m squared على 12 باي is a positive number where it is assumed to be a small number. m is becomes this, the mass of the scalar field phi in a quantum theory. So m is a constant that decides the behavior بتاع التعليم. طيب الانفليشن يخلص إمتى؟ الانفليشن يخلص امتى؟ الانفليشن يخلص لما المعادله دي لا تتحقق. تبطل تتحقق. اذا ال right hand side of this equation should become or start to become positive. ولذلك when epsilon becomes less than m squared على 12 pi, inflation stops. طول ما epsilon is a large number. Large number ليه؟ لأن ده الـ density of the universe. كل ما الـ universe صغير density هتبقى عالية. طيب هيحصل inflation والـ universe هيتمدد يبقى epsilon هتبتدي تتغير لغاية ما توصل للـ threshold بتاع إن epsilon تبقى أقل من هذا الـ m squared على 12 باي. ساعتها p مش هتبقى negative epsilon هتبقى positive epsilon. ساعتها الـ inflation يتوقف ونخش في مرحلة الإكسبانشن العادية أو اللي ممكن نسميها الفريدمان إكسبانشن. الفريدمان إكسبانشن. P becomes positive. P becomes positive. طبعا P becomes positive. Gravity takes over ويبتدي الأكسلريشن العادي بتاع الجرافيتي نيجاتيف أكسلريشن والإنفليشن يخلص. إذا دي في حد ذاتها proves to me إن السولوشن اللي أنا وصلت له هناك ده هو is indeed an inflationary solution. ما فيهوش مشكلة. برضو على شرط ان الـ potential is 1 half m squared phi squared. phi squared. طيب اعمل ايه تاني؟ والله ممكن اوصل ابتدي احسب بيها بقى. ما انا عندي inflationary solution زي الفل اهو شغال جميل. طيب اعرف بيه ايه مثلا؟ تعالى نحسب مثلا الـ Hubble parameter during inflation. طيب سهل. انا اوريدي عندي الفريدمان ايكويشن اللي بتقول لي ما هو الهابل بارامتر
h squared, ولما بص فيها is 8 pi على 3 epsilon في حالة flat universe which is the one we're considering. وانت تحط epsilon حسب تعريفها هتطلع لك 8 pi على 3 1 half phi dot squared plus the potential. طيب حلو ده انا عندي البوتنشال وعندي phi dot squared وعندي كل حاجة بس ما تنساش phi البوتنشال being 1 half m squared phi squared is a very large number. It's a very large number compared to phi dot. لأن دي بداية القصر. The differential solution happens when we're talking about phi being much bigger than phi dot or much bigger than 1. وبالتالي I can neglect this term compared to the potential. ويتبقى عندي إن h squared اللي هو الهابل parameter squared يطلع 8 pi على 3 multiplied by m squared phi squared. أو 4 باي على 3 عشان في 1 half. يعني الكونستنس مش مهمة قوي. يعني زي ما أنت شايف إحنا عمالين نرمي في كونستنس ونغير في كونستنس ونقول goes like والأوردر أوف ماجنتيود لأن إحنا بندور على how to model it. إنما الأكشوال فاليوز بتبقى مسألة observation. Somebody بقى يجيب لي الأوبزرفيشن الريزولت. طيب أنا إذا كان ده الكلام جميل يبقى أنا عندي phi squared already بقى خلاص حط لي phi squared أهي. h squared هتبقى 4 باي على 3 m squared وحط لي phi اللي انا مسحتها هناك اللي هي m على جذر 12 باي t minus t initial plus phi باي all squared. ادي الهابل بارامتر او at least the square of the هابل بارامتر. الفاي initial is a quantity that again is one of those constants that has to be fixed by observation. Just لسهولة الحل ممكن نشيله شوية من الصورة وبعدين بنحطه في الآخر مش قضية يعني أنا ممكن نشيله. أنا عايز أشيله ليه؟ لأن أنا هدفي بقى بس أنا لقيت الفاي ال H parameter بس أنا عايز كمان ألاقي ال scale factor. وبالتالي أنا عايز أحل ألاقي A نفسها. ليش؟ يعني عظيم take the square root يا عم for both of these or all of these وخلي ده او شيله زي ما انت عايز واكتب لي معادلة dA by dt A dot 1 على A هتساوي جذر الهيصة دي كلها يبقى جذر 4 باي على 3 times m multiplied by m على جذر 12 باي t minus ti ولو عايز تضيف phi i ضيفها لو عايز ترميها ارميها مش مشكله it's a constant. طبعا دي معادله سهله ومعادله مش صعبه اطلاقا we can easily be solved. انا يعني مش هحلها بالتفصيل هديك الحل النهائي. الحل النهائي هو الحل اللي انا كنت اتمناه. الحل اللي انا كنت اتمناه ما هو الحل اللي انا كنت اتمناه؟ ان هو exponential expansion زي دوسيتر بس مش بالظبط زي دوسيتر ونقدر نكتبه بصيغه e to the power of 1 half some constant values like hi which is the initial value of the Hubble parameter plus the current or the time dependent value of the Hubble parameter ايا كانت اللي هي دي plus multiplied by t بالمنظر طبعا الصيغه بتاعته يعني مش قضيه قوي انا اكتبها زي ما انا عايز اكتبها اكتبها بصيغه الانيشال فاليو اوف هابل بارامتر اكتبها بصيغه الانيشال فاليو اوف فاي اكتبها بصيغة زي ما انا عايز مش مهم انا كل اللي يهمني ان this is indeed inflation this is an exponential inflation خلاص زي الدوسيتر بس مش جاي من دوسيتر مش جاي من بي ايكوال تو اكزاكتلي نيجاتيف ابسيلون ده جاي من بي ايكوال تو ابروكسيمتلي نيجاتيف ابسيلون وده شيء جميل هو ده اللي انا عايزه هو ده اللي انا عايزه ممكن تطلع حاجات كتير من النتيجة بهذا الشكل يعني ممكن مثلا تيجي تقول ايه ممكن تيجي تقول والله انا اقدر استنتج انا عايز اعرف الانفليشن خد وقت قد ايه خلاص طبعا دي نقطة مهمة what does it depend on بالك طيب ماشي عظيم ما دي مش مشكلة قوي يعني انا عندي السكيل فاكتور وعندي الاستيميت بتاع how much I want to this to expand فانا اقدر يعني شويه الجبرا كده مش
مش هحلها قوي بس يعني اقدر في شويه الجبرا الاقي ان التايم اللي خده الانفليشن is dependent on the value of the initial phi and the value of the constant m. ده رقم يعني تقدر تحسبه وتقدر تلعب فيه زي ما انت عايز، لان خلي بالك انا ما اعرفش اذا كان phi ده موجود ولا مش موجود. انا phi ده رقم سكيلر فانكشن، انا مانيش يعني مانيش متاكد من وجودها، انا بعمل موديل لان انا عارف ان الانفليشن حصل and this would be the simplest possible model اللي تحقق لي هذا الانفليشن. This is an inflationary solution. طيب نقدر نطلع منه ايه تاني؟ سؤال اخر لو حضرتك تتذكر، ادي السكيل فاكتور اللي انا عايزه، احنا رسمنا الرسمه دي قبل كده. انا عايز يحصل البيج بانج ات تايم تي ايكوال تو زيرو، وانا عايز شورتلي افتر يحصل the inflation expansion، بس في نفس الوقت عايز يبقى عندي ما يسمى بالجريسفول اكزيت. الخط المنقط اللي نازل ده هو الاوردينري فريدمان سولوشن بتاع ان جرافيتي از اتراكتيف. هنا جرافيتي از ريبلسيف بيكوز اوف ذا بريزنس اوف ذس فاي ذات اكتس لايك ا كوزمولوجيكال كونست. طيب انا عايز اشوف الجريسفول الجريسفول اكزيت دوت بيحصل ازاي. ويل ليتس سي، الجريسفول اكزيت بيحصل في نهايه الانفليشن، وبالتالي فاي بتنزل، يعني السكيلر فيلد فاي starts at a very large value زي ما اتكلمنا، فاي has to be very large. But then as you time goes on an attractor بيقرب من مركز الفيز دايجرام اللي رسمناه، وبالتالي فاي drops considerably at graceful exit. ماشي، اقدر اطلع ايه بقى؟ انا عايز اعرف ايه اللي بيحصل في الحته دي، حتى the graceful exit دي. انا عايز اعرف what is the behavior of everything that happens at this graceful exit طبقا للسولوشن اللي انا لسه واصل له حالا دلوقتي، الانفليشنري سولوشن. five drops وبعدين تعالى بص لي على المعادله بتاعت فريدمان اللي هي h squared is 8 pi على 3، وعندي 1 half اللي هي 5 dot squared اللي هي epsilon density plus 1 half m squared phi squared. خلاص؟ اقدر هنا اخد ال square root بتاع both sides. لما اخد ال square root بتاع both sides يطلع 1 half 5 dot squared plus 1 half m squared phi squared is equal to square root of 3 على 4 باي h squared، واشيل ال 1 half دي، ال 4 جت لاني قسمت على 2. انا just rearranged البتاعة دي. المنظر ده لطيف، المنظر ده لطيف لانه بيديني نوعا ما شيء من ال indication ان انا I can write this term on the left hand side as a closed perfect square. As a perfect square. طب اكتبه as a perfect square ازاي؟ اقدر اعمل change of coordinates او change of variables really مش change of coordinates. لو مثلا جيت عوضت وافترضت ان m phi بتساوي some constant or some quantity multiplied by a cosine of a something I'm going to call theta. I'm making a change of variables. الphysical meaning بتاع theta ده مش قضيتي دلوقتي. في هذه الحالة phi dot اللي هي هنا has got to be also the same constant بس المرة دي sin theta. طيب هيحصل ايه؟ هيحصل ان انا ماجي a square دي هيطلع لي c squared cosine squared، و a square دي هيطلع لي c squared sin squared. sin squared plus cosine squared is equal to 1، ده معناها ان c squared is equal to this quantity. وبالتالي انا اقدر اجي اقول ان c بتساوي جذر 3 على دي 3 على 4 باي، 3 على 4 باي تايمز h، واللي دي بتساوي برضه جذر كوساين ثيتا، and دي بتساوي نفس الكوانتيتي 3 على 4 باي h ساين ثيتا. A complete square. Just a trick to simplify the situation. A trick to simplify the situation. مش وبعدين اخد الكلام ده
وحطه في المعادله الاصليه بتاعتي. يعني I can take this redefinition of variables وحطه في المعادله بتاع d phi dot by d phi. لو تفكرها انا مش هكتبها تاني، معادله طويله كده اهو، وتعمل شويه الجبرا وبتاع، هتلاقي في النهايه ان انت h dot بتساوي ناقص 3 h squared sin squared theta و theta dot بتساوي ناقص m ناقص 3 على 2 h sin 2 theta. ايه أهمية الكلام ده؟ أهمية الكلام ده انك تكتشف ان h dot is a negative quantity. ليه؟ لان h squared طبعا positive لانها squared و sin squared طبعا positive، وبالتالي ان h dot is less than zero during inflation. خلاص؟ وبالتالي it continues to be getting more and more negative. كويس؟ واتقلب من هنا استنتج ان h sin theta is a quantity that gets smaller as time goes on. وبالتالي another way بيقول approximately h sin 2 theta also gets smaller as time goes on. ومن هنا other way بيقول لك ان theta dot the time derivative of this new variable is approximately negative n. فأقدر هنا أحل for theta. أقدر هنا أحل for theta. Theta becomes as a function in time negative mt plus some phase, سميها alpha, which you can choose to be equal to zero. So choose to be equal to zero. كسبت انا ايه من القصه دي كلها؟ كسبت انا ايه من القصه دي كلها؟ كسبت انه as time goes on، time goes on بمعنى ان انا وصلت لنهايه الانفليشن وابتديت اخش في الجريسفول اكزيت، ابتديت اخش في الجريسفول اكزيت، h dot becomes very small. And h dot becomes very small ده معناها ان السولوشن بتاعي phi يبتدي يوسيليت شويه. Phi is dependent on cosine some angle. And this angle is time dependent and the angular velocity بتاعتها is negative n. وبالتالي هنا اقدر افهم انه phi begins very big، اقدر اليبل big phi في بدايه الانفليشن، small phi في نهايه الانفليشن، and during graceful exit oscillating phi becomes very small وابتدي تتذبذب كده. It's like زي ما بتقول ايه؟ stable phi بتتذبذب around a certain sentence. يعني انا اقدر اكتب الكونكلوجن هنا. Close to graceful exit phi oscillates, which is very small اصلا، oscillates with frequency proportional للماس بتاع البارتكل اللي هي الكوانتايزد بارتكل بتاعته. اوكي. Alright. مش. وبعدين هيحصل ايه؟ لا خليك معايا. ده كونكلوجن حلو قوي. انا كده فهمت فاين بتتصرف ازاي around the graceful exit. طيب احنا قلنا ان h dot decays becomes negative. وانا عرفت دلوقتي ثيتا behaves ازاي close to the graceful exit. I can go back بأثر رجعي واحط ثيتا هنا هو واحل for h، اشوف حل h ايه. ماشي عظيم، تعالى لي هتبقى h dot بتساوي negative 3 h squared sin squared mt اللي هي ثيتا. شلت ثيتا وحطيت السولوشن اللي انا وصلت له. هتقول لي ام تي ولا نيجاتيف ام تي؟ هقول لك مش مهم يعني، لان هي كده كده ساين ام تي هتبقى ايكوال تو نيجاتيف ساين نيجاتيف ام تي، وانت يو سكويرد فالماينس ساين بتروح اصلا. مش قضيه يعني، مش قضيه اصلا. انا الحين اقدر احل، دي معادله لطيفه قوي. انا اقدر احل دي معادله لطيفه لان ده اي دي اتش باي دي تي
فنقدر اجي اخد separation of variables dh على h squared هتبقى دي negative 3 sin squared mt dt. كل ده احنا بنتكلم فين؟ بنتكلم around the graceful exit. After a very long time where h has decayed and it's you can find a value for it. طيب انا اقدر احل ده سهل. Integration على left hand side هتبقى negative 1 على h. Integration على the right hand side دي هتبقى 3 على 4 m وجوه هيبقى sin 2 mt minus 2 mt. كده انا وصلت ل h. اقلب دي upside down واظبط الماينس ساين. الهابل بارامتر around the graceful exit goes approximately as 2 على 3 t من هنا من الترم دوت و 1 على 1 minus sin 2 mt over 2 mt. ادي الهابل بارامتر بتاعك around that time. وكل ما الوقت بيزيد كل ما الوقت بيزيد خلي بالك انا كتبتها ازاي؟ انا كتبتها ريشيو اوف ساين 2 ام تي على 2 ام تي. ليه؟ علشان كل ما الوقت يزيد كل ما الرقم ام تي ده يكبر وده يفضل زي ما هو لان ده اوسيلاتوري. ده بيزيد وده يفضل زي ما هو، ده بيزيد وده يفضل زي ما هو، لغايه اما توصل لنقطه ان يو كان اولموست اجنور ذيس تيرم. يبقى ات لارج تايمز ان يور جريسفول اكزيت قبل ما تخش في الفريد مع على طول اتش goes like 2 على 3 t. Very approximate. Very approximate. ونقدر من الفيرست اوردر ابروكسيميشن دوت برضو استنتج السكيل فاكتور ات graceful exit. لو انا عايز انا عارف بقى ان h is related to a and h is e dot على a فنقدر اخد الفيرست اوردر ابروكسيميشن. او لو عايز تعمل الباينوميال ثيرم تريك على دوت وتاخد السكند اوردر ابروكسيميشن مفيش مانع. ونقدر ان انا اطلع ان a as a scale factor as a first order approximation goes like t to the two thirds بالمنظر ده t to the two thirds. لو عايز السكند اوردر ابروكسيميشن هيبقى في ترم اوبس في اوسيليشن كوساين 2 ام تي على 6 ام سكوير تي سكوير زائد هاير اوردر ترمز بقى مش ما تهمنيش قوي تي سكوير هاير تو فيرست اوردر. السكيل فاكتور هنا لوكس لايك داست سولوشن ابروكسيمتلي which makes sense لما تفكر فيه ميكس سنس لما تفكر فيه. فاكر انت رقم تي اس 2 على 3 ده السولوشن بتاع الداست. ده رقم مهم وكنا بنجيب يعني استنتاجات من كذا طريقه. طب ايه الفيزيكال مينينج بتاع ان ده از كلوز تو ذا داست سولوشن؟ ركز فيها. انت ناسي ان during inflation this was the form of the pressure. طيب وبعدين يبتدي ايبسلون تزيد سوري تقل لغايه توصل لرقم معين وتكنسل دي. فلما تكنسل الكونستانت اللي عندك الانفليشن يقف. طب ما نعمل انها كنسلتها ان البريشر از ايكوال تو زيرو. الله طب ما البريشر از ايكوال تو زيرو ده هو ده الدست. وده تعريف الدست ان عندي ايبسلون بس ما عنديش بريشر. ولذلك it makes sense that towards the end of inflation around the graceful exit the scale factor behaves at least to first order as if it were dust. لان البريشر عندي بيتحول الى almost zero around الحته بتاعت الجريسفول اكزت بالمنظر. Everything fits together لما تفكر فيها كده. Everything fits together. حلو حلينا ده يعني ده احنا فهمنا الانفليشن تقريبا 100% كده عرفت الانفليشن بيعمل ايه. بس كل ده خلي بالك كل ده على افتراض ان البوتنشال is 1 half m squared phi squared. I don't know if it is. I don't know if it is. طبعا لو جيت بصيت في الليترشر بتاع الموضوع ده هتلاقيهم بقى يعني في مليون kind of assumption مليون kind of potential. في يحسب لك الفاي سكويرد بوتنشال, في يحسب لك الفاي تو ذا فورث بوتنشال, في يحسب لك يعني وكلهم ليهم مزايا وعيوب. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه لو انا حبيت
اتكلم عن the properties of the inflationary solution من غير ما افترض potential. من غير ما افترض potential. Just keep it V. هل اقدر الم مجموعة من ال conditions؟ هذه المجموعة من ال conditions هي اللي لازم تتحقق في ال potential بحيث انه يديني inflationary solution. ده النقطة اللي عايز اتكلم فيها في الشوية اللي جايين. وقعت مليون طباشيرة كلهم اتكسروا 100 حتة وقعوا على الأرض. بسمعكم بعدين. هديلك دلوقتي outline للجنرال بروبرتيز بتاعت أي inflationary solution. طبعا it depends على البوتنشال في لكن احنا مش هنفترض اي صيغه محدده للبوتنشال في. انا هتكلم عن السولوشن with the assumption انه انا مش عارف هو البوتنشال ايه وهشوف هوصل لحد فين. انا اقدر اسمي او اعمل الحته اللي جايه دي اقول نسميها general potential واحيانا بيسموه the slow roll approximation. Slow roll approximation. نبتدي منين؟ نرجع في كل النوتس بتاعتنا بتاع خمس ست صفحات كده ونشوف ايه اخر معادلات كتبناها without making any assumptions about the potential. هنلاقي ان هما المعادلتين اللي انا ابتديت بيهم محاضره النهارده. فاي دبل دوت بلس 3 اتش فاي دوت plus derivative with respect to phi of v equal to zero plus the Friedman equation 8 pi على 3 epsilon حيث ان epsilon بنكتبها بصيغة الفاي 1 half phi dot squared plus v of phi بالنظر. دول اخر معادلتين كتبناهم without making any assumption what is the potential exactly. فكرتك انا انه ال potential even though I'm not making any assumptions about it بس دراستي لل phi squared potential تديني indication ان ال potential لازم يبقى كبير. ليه؟ لان ال phi squared potential احنا قلنا ال inflationary solution نفع لما كانت phi greater than 1 وبالتالي since the potential is dependent on phi يبقى لازم ال potential يبقى كبير. هنا دي يمكن الحاجة الوحيدة اللي اقدر ابتدي بيها. هي دي الحاجة الوحيدة اللي انا اقدر ابتدي بيها ان انا assume so my initial assumption ان v is large. دي الحاجة الوحيدة اللي اقدر ابتدي بيها. v is large. طيب ده بداية. نمشي واحدة واحدة. تعال نبص على المعادلة دي. المعادلة دي لما تبص فيها كده تلاقي ايه؟ الله. ده انا اقدر اكتبها بصيغة مختلفة. ده انا اقدر اكتبها phi double dot plus derivative of phi v is equal to negative 3 h phi dot بالمنظر. ولو رجعت شوية لورا هتلاقي انه هذه المعادلة تشبه فيها similar properties للsimple harmonic motion equation with a friction term. فكرك دراستك لل classical mechanics simple harmonic equation looks something like this x double dot plus some constant multiplied by x equal to zero. دي السولوشن اللي بيديلك البندلون بقى والبوكس على سبرينج والحواديت دي. لكن لو ما هياش بتساوي equal to zero لو بتساوي negative some constant b multiplied by the velocity x dot ده بنسميه friction term. Friction term. ايه السولوشن بتاع simple harmonic equation في حالة slick friction term؟ والله it depends on the quantity b. يعني ممكن نقول انه عندي يعني solution شكله حاجه عامله زي كده oscillates وبعدين يموت بعد شويه.
وعندي solution شكله حاجة زي كده over damped ينزل يموت على طول. إذا it depends على الفاكتور B دوت. كويس؟ ده اللي بيسموه الجماعة بتوع الكوزمولوجي slow roll. It's the case of slow roll. For large friction, for large values of the friction, this gives you a slow roll regime. إذا هنا أقدر أعرف إن كلمة slow roll دي جاية from the assumption of large values of the friction term. مش large values of the friction term. Comparison, إذا كان الفريكشن تيرم is very large اللي هو دوت أنا بتكلم على ده يبقى أنا أقدر هنا أحمل الأكسلريشن تيرم يعني compared to the friction term phi double dot is very small so that leads to phi double dot is much less than 1 it's a very small quantity that I can ignore it تمام طيب في هذه الحالة أقدر أقول بقى إيه إذا كان كده الكلام مظبوط يبقى أنا مش فاضل عندي غير الترمين دول بيساووا بعض برضو أقدر إن أنا أقول إنه phi double dot أنا هسميها much less than 3H phi dot so much less than the friction term اللي هو على the right hand side دوت for a very large V we get very large H so large V leads to large H. Deep properties بتاعت slow roll solution. Deep properties بتاعت slow roll solution. Okay? كل ده جه منين؟ كل ده جه من one assumption. And one assumption only. That the potential is huge. طبعا عرفت منين ان potential لازم يبقى huge؟ من دراستي للفاي سكويرد كيس. ان انا وصلت الانفليشنري solution في حالة البوتنشال يبقى كبير. أدى هذا الكلام ان انا الترم اوف phi double dot ده وقع. أدى هذا الكلام إن الـ Hubble parameter has also to be very large at this case which makes sense لأن الـ Hubble parameter is dependent على A dot على A dot divided by A وإنت عايز الرقم ده يبقى كبير عشان يحصل very fast and very large expansion in other words إنت محتاج له علشان يدي لك inflation طيب جميل أقدر أحل just because of this yeah at least I can put some constraints on the solution أقدر أجي أقول والله إذا كان دلوقتي this is the case يبقى أنا أقدر أجي أكتب 3H phi dot plus d phi v is equal to 0 وأقدر أقول إن one of the conditions إن phi dot has to be equal to approximately negative derivative with respect to phi of v على 3H ده هحطه في مربع لأن ده condition of inflation ما اتفقنا ان احنا مش هنقول هو AV بس هنقول what kind of properties we can deduce that has to apply to this phi or has to apply to this V in such a way that you get inflation فاحنا ماشيين فيها واحدة واحدة خلاص ادي اول condition وبعدين طيب يا سيدي قول لي انت عندك يبقى انفليشن يبقى انت محتاج تحسب لي السكيلر بوتنشال شكله ازاي انا مش هقدر طبعا احسبه بمنتهى الدقه لاني ما اعرفش البوتنشال ايه ولكن اقدر اجي اقول تعالى نبص على h h سكوير is 8 باي ابسيلون خلاص h سكوير is 8 باي ابسيلون وإذا قلنا إن V is very large ده معناها إن I can neglect one half phi dot squared هتبقى H squared بتساوي 8 pi على 3 V 8 pi على 3 V طبعا كل ده يعني approximate equalities كل ده approximate equalities حلو يبقى H لوحدها اللي هي A dot على A وانا هدفي دلوقتي ان احسب A بتساوي جذر 8 باي على 3 تايمز V اللي انا ما اعرفهاش. عايز احل الـ differential equation دي. سهلة مش صعبة دي A by dt 1 على A ولا ممكن لو عايز تكتبها دي natural logarithm of A
with respect to T علشان تكامل على طول من غير ما توجع دماغك. نعمل ايه بقى؟ نلعب اللعبة دي ازاي؟ دلوقتي A is dependent on phi. مش لازم ننسى ان A dependent on phi. فانا اقدر اجي اقول طيب اذا كانت A dependent on phi maybe you can apply the chain rule over here. فدي هتبقى d log a by dt هتبقى d log a by d phi by dt. يعني هي phi dot. وانا عارف ان phi dot is approximately اللي هي صديق. فانا اقدر اجي اروح معوض هتبقى negative d log a by d phi multiplied by d phi v على 3h. حلو. طيب جميل خلاص كده احنا وصلنا لايه بقى؟ كده وصلنا لهذا الشكل. الفاي دوت دي فاي في على ده ماشي حلو. وكل الايكواليتيز دي تقدر تختار منهم اي معادله فيهم علشان تحلها. فانا اجي مثلا اقول ايه دي لوج اي ممكن اجي اختار دي الترم ده واخده مع الترم ده. فلما اخد الترم ده مع الترم ده اقدر اكتب نيجاتيف دي فاي في دي لوج اي باي دي فاي بتساوي 3h square root of 8 pi على 3v. بس في نفس الوقت انا عارف ان h بتساوي 8 pi على 3v وبالتالي اقدر اعوض دي هتبقى square root of 8 pi على 3v والثلاثة هتروح مع الثلاثة يبقى لي 8 pi v بالمنظر ده. حلو. يبقى انا هنا وصلت الى ان d log a by d phi بتساوي اقسم بقى دي الناحيه الثانيه ناقص 8 باي في على دي فاي في. طلعت اتش من اللعبه وطلعت تي من اللعبه وبقى عندي دلوقتي اي بيورلي ديبندنت اون فاي. لا ما اعرفهاش بس اي از بيورلي ديبندنت اون فاي. طيب كامل يمين وكامل شمال. طبعا مش هقدر ان انا اعمل كومبليت انتجريشن لاني ما اعرفش في ايه ولكن اقدر اكتب a condition on a ان a as a function in phi in order to satisfy the slow roll conditions and gives me inflation has to look something like this. There will be an initial value like a constant and there's going to be an exponential. Well, exponential that will depend على integration بتاع left hand side. يعني integral of v على d phi v d phi والlimits بتاعت الintegration هتبقى من initial phi to some arbitrary phi بس عندي minus sign فاقدر اقلبها هتبقى phi going to initial phi. ده the general case of what the dependence of the scalar factor on the function phi would be. طبعا انا لو رجعت يعني للسولوشن بتاع v equal to 1 half m squared phi squared وحطيته هنا يبقى لازم يطلع لي نفس الـ A اللي انا حسبتها من نص ساعه. لازم يطلع لي نفس الـ A اللي انا حسبتها من نص ساعه. فدي كلها تشيكس. المعادلتين دول لازم يتحققوا. خلي بالك انا بكتب كل حاجه in terms of the unknown v. كل حاجه in terms of the unknown v. مش محتاج دلوقتي غير ان واحد يجي يقول لي اكتشفنا ان v is such and such اروح معوض هنا اطلع فاي دوت واحلها ومعوض هنا اطلع السكيل فاكتور بالنسبه لفاي واحلها. وتيك ات فروم ذير. تيك ات فروم ذير. The limits of validity of these things is something we really should put down in writing as well. يعني انا حطيت لك المعادلات المهمه للسلو رول انفليشن in a box. بس لازم نكتب the limits of application of these equations ونعمل ليهم لستة. نعمل ليهم لستة. أول حاجة إحنا عارفينها. أول حاجة إحنا عارفينها إن V so let's put the limits of applicability.
لازم يبقى كبير. لازم يبقى very large. Compared بالنسبة لإيه؟ Compared للtime dependence of the scalar factor. ده أول condition عندي بالمنظر ده. الكونديشن الثاني جاي من هنا. جاي من هذه المعادلة إنه the derivative of v with respect to phi has to be very similar or very close to 3 h phi dot. And it's much bigger than phi double dot. هحط بقى ده كلام ده في مربع. هي دي conditions of slow roll approximation. You can recast this if you want. يعني تقدر تعوض بده جوه ده وتعوض بده جوه ده وتديني معادله واحده فقط اللي هي بتقول ان السكند ديريفيتيف اوف ذا بوتنشال اوفر ذا بوتنشال itself should be a very small number. دي جت منين؟ دي جت من ان انا خدت فاي دوت من هنا والعاد شويه تريكس وحطيتها هنا وصلت لي لهذا الكونكلوجن. وصلت لي لهذا الكونكلوجن. This is a very powerful moment. خلي بالك. أنا دلوقتي. This is the definition of slow roll approximation, slow roll inflation. دي اللحظة اللي أنت تقعد فيها كده وتقول لو كان الscalar potential هو سبب الinflation. طيب لو سمحت حد يديني البوتنشال وحد يديني ما هو فاي وحد يديني بتاع وانا هحاول في المعادله دي واعرف لك بالظبط ايه اللي حصل حد يديني بوتنشال. البوتنشال اللي احنا شفناه من شويه كان فاي سكويرد بوتنشال بس الحقيقه مش ضروري يبقى فاي سكويرد بس يعني زي ما اتفقنا ممكن يبقى فاي كيوب ممكن يبقى فاي تو ذا باور اوف 4 ممكن يبقى يعني باختصار ممكن يبقى a power law بصفة عامة. تعال نبص على مثال نخلص بيه محاضرة النهاردة. أنا هخلي المعادلات المربعة دي هسيبها وهمسح ما عدا ذلك. خلاص؟ وهبص لك على مثال صغير. Example. Let's call it an example. عشان بس ناخد فكرة على الـ general properties of what happens. زي ما قلنا احنا ممكن نبص على m squared وممكن نبص على m cube sorry phi squared phi cube زي ما انا عايز. فأنا هفترض general power law. Phi to the power of n. حيث n is any number. خلاص؟ وتسهيلا للمعادلات اللي جايه هفترض ان الكونستانت اللي sitting next to it can be written as lambda divided by n. lambda divided by n. طيب احسب لي السكيلر. Let's say you want to calculate something like this. مثلا عظيم عندي v اقدر اخد derivative of v with respect to phi. سهل. d phi v. عظيم. هتديني ان هتنزل هتروح مع دي هيديني لامدا فاي ان ماينس 1. وبالمره بقى ما دام عندي هنا سكند ديريفيتيف وذ ريسبكت تو فاي ليتس تيك ذا سكند ديريفيتيف ينزل لك ان ماينس 1 ودي هتبقى ان ماينس 2. ماشي حلو. تعال نشوف القيم التي لابد ان تتحقق عشان يحصل سلو رول. دي منهم لازم ده يحصل. خلاص تعال نحسبها. d squared v phi over v. عظيم. d squared phi v over v يعني هاخد دي واقسمها على دي فهتبقى lambda n minus 1 phi n minus 2 divided by lambda وn هنا اهو و phi to the power of n. دي هتروح مع دي و simplifies a little bit هيبقى لي n n minus 1 على phi squared. ده لازم يبقى much less than 1. ده لازم يبقى much less than 1. بس this is fine. This is fine. لأن أنا أريد أعرف إن phi squared is much greater than 1. ف the slow roll approximation here is satisfied. This equation is satisfied. زي ما احنا عارفين الايكويشن دي هي combination of two of these two. ده معناه ان power laws can satisfy any power
any value of n, as long as it is not 0 and it's not equal to 1, n equal to and larger, any value of n would satisfy the slow roll conditions because it's divided by phi, and phi is a very large number. طيب بالمرة بقى احسب لي a as a function in the scalar function phi. خلاص يبقى هنحط some constant ai exponential هنكتبها كده of 8 pi تكامل v على d phi v. Well, let's see. Here is v and here is d phi v. فلما اخد ده واقسم على ده يطلع لي phi على n d phi evaluated from some final value to some initial value بالمنظر ده. سهل قوي. Very easy integral. ولما حله هيطلع لي a as a function in phi as a initial e to the power 8 pi على n ايًا كانت قيمة ال n phi I squared minus phi squared which in turn is a function in time. ده بيقول لي انه the scale factor grows as phi decreases. وانا عارف ان الكلام ده بيحصل في حالة ال m squared phi squared potential لاني حسبتها بالتفصيل. انا عارف ان كل ما phi تزيد بتتقسم من دوت بينزل acceleration. سوري كل ما phi تقل ال scale بيكبر which is inflation and عايز اليونيفرس يكبر. ف if you start with a very large phi and this phi starts to go down بالاكسبوننشال دوت a start to go up as one would expect. So a is expanding exponentially in phi. In phi. يخلص الانفليشن امتى بقى؟ يخلص الانفليشن لما الـ زي ما قلنا قبل كده البريشر يتحول الى زيرو ويبتدي يبقى بوزيتيف وبيحصل معايا جريسفول اكزيت بهذا الشكل. فاضل يعني في الموضوع دوت يمكن مثلا 5 دقائق شغل او لا اكتر من 5 دقائق يمكن 10 دقائق شغل بس انا مش عايز اكروت لان ده موضوع مهم فاعتقد كفايه عليكم كده النهارده ويوم الخميس هننهي حته السلو رول انفليشن بنبص على ايه اللي هيحصل في اخر الانفليشن وبعدين هنبتدي موضوع جديد ولو اني يعني اكره ما عليا ان انا ابتدي موضوع جديد ومخلصوش قبل الاجازه بس بقى هنعمل ايه جايه لكم اجازه وعندكم امتحان فهنقف عند كده واشوفكم يوم الخميس ان شاء الله.